الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الغضب، باب الغضب هذا، وذكر حديثا والحديث في صحيح البخاري ومسلم عن سليمان بن صب عن سليمان بن صب قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، وأحدهما قد أحمر وجهه، يعني يستبان يسب أحدهما الآخر، وأحدهما قد أحمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنهم ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب منه ما يجد. فقالوا له، يعني الصحابة قالوا لهذا الرجل: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء حديث آخر في سنن أبي داود والترمذي، والحديث حسنه الترمذي، من حديث معاذ بن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه أو ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخبره أو حتى يخيره من الحور العين ما شاء. وجاء في صحيح البخاري حديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. هذه الأحاديث الثلاثة كالتي يعني هذه الحديث حديثان عن قصدي كالتي قبلها في التحذير من الغضب وأسبابه والحث على التعوذ بالله من الشيطان عند وجوده. فالإنسان عرضة للأسباب الغضب، فينبغي له ماذا يفعل؟ أن يتوقاها ويحذرها. فإذا وجدت وحصل معك الغضب، فلتتعوذ من الشيطان الرجيم، وتكظم غيظك، وتصبر، ولا ينفذ مقتضى غضبك، لأن الغضب جمرة تغلي في القلب شديد خطر، قد يضرب بعض الناس إذا غضب يضرب، وقد يقتل، وقد يطلق زوجته. فالواجب على الإنسان أن يحذر ما يترتب على الغضب، وذلك بالتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتغيير الحالة. إن كان قائما مثلا يجلس، إن كان ماشيا يقف، المقصود يغير حاله لعل الله عز وجل يذهب عنه ما يجده. وفي هذا الحديث أن شخصين تسابا أحمرت أوداج أحدهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبلغ ذلك فلم يفعل. الناس ذكروا لكن لم يفعل. المقصود أن المؤمن يجب عليه أن يتحرى الخير فيما يأتي وينذر، فيمسك عما حرم الله ويؤدي ما أوجب الله، وإذا عرض له عارض يوجب الغضب فليحرص على أسباب التقوي من التعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والحذر من بقية الأسباب التي تزيد في الغضب. الحديث الثاني الذي ذكرناه يروي عبد الله يروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه ناداه الله يوم القيامة حتى يخيره في حور العين. والله يقول جل وعلا في وصفه المتقين: والكاظمين الغيظ، يعني مسك غضبه
والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، وهذا من وصف المتقين. سألوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. فكظم الغيظ من خصال أهل التقوى ومن صفات الحميدة، فينبغي للمؤمن أن يجاهد نفسه لذلك عند وجود الغضب، أن يكظم الغيظ ويعفو ويصفح ولا ينتقم ويرجو ما عند الله من المثوبة. الحديث الثالث الذي ذكرناه يقول صلى الله عليه وسلم للذي طلب الوصية، قال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، يعني أوصاه بترك الغضب تكرارا، وذلك لعظم ما يترتب على الغضب من الخطر، فكم من غاضب ندم غاية الندامة بسبب تنفيذه مقتضى الغضب من قتل وضرب وطلاق غير ذلك يعني أمور. فالمشروع لكل مسلم أن يحذر أسباب الغضب. السبب الأول أن تحذر أسباب الغضب، إذا وقع فعالج بالتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تعوذ يعني حاول تتعوذ من الشيطان الرجيم، وتكظم الغيظ، تحفظ لسانك حتى لا تسب ولا تلعن. وبعض الناس يصل الغضب يكفر بالله عز وجل والعياذ بالله. تحفظ لسانك، وتغيير الحال أيضا انتقال من مكان إلى مكان، اجلس أو واصمت إلى غير هذه من الأسباب تهدئة الغضب. وكذلك جاء بأنه تتوضأ للوضوء، وضوء الصلاة، حتى تذهب عنك هذا الغضب. المهم تغير حالك سواء بالتعوذ من الشيطان، وسواء بالجلوس تغيير الحال، قيام، كنت ماشيا قف، وإذا كنت قائما اجلس، وهكذا. وكذلك يتوضأ، لأن الغضب جمرة من النار، فهذه الجمرة لا تبرد إلا الماء، لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نتوضأ. تتوضأ وتغير حالك، لأن الغضب الشيطان يريد منك ماذا؟ أن تخرج، أن تعصي الله عز وجل. والذي يغضب لا يستطيع أن يتمالك نفسه، يسيطر على نفسه، فماذا يفعل؟ إما يطلق زوجته، أو يضرب زوجته، أو يضرب غيره، وإما يسب ويلعن الناس ويشتم، أو يسب الله عز وجل، أو يسب الدين. هذه كلها بسبب ماذا؟ الغضب. الإنسان إذا يغضب، يغضب لله عز وجل، لا يغضب لنفسه، لله عز وجل فقط. فإذا وجد محرمات في البيت ولابد أن يغضب، يحمر وجهه. اليوم الناس يغضبون لأمور الدنيا، لكن أحد إذا سب الله عز وجل كأنه عادي عنده. فلا بد أن نذكر هذا الإنسان أنه لا تغضب، نقول نوصيك بعدم الغضب. حتى العلماء تكلموا عن مسألة الطلاق، إذا كان مثلا الطلاق في حالة الغضب، هي ثلاثة حوائل في الطلاق، سواء الغضب أو السكر، إما حالة بأنه يطلق حين طلاقها لزوجته لا يعرف ماذا يقول، حتى لو تقول لو أنت طلق زوجتك يقول لا أذكر، فهذا لا يقع بإجماع العلماء، لا يقع. وإما في بداية الغضب، هذا يقع بإجماع العلماء بداية يعي ما يقول. والخلاف بين العلماء إذا كان غضب وسط، غضب وسط، هل يقع الطلاق أو لا يقع الطلاق؟ فهذا يرجع للقاضي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق في الإغلاق،
يعني إغلاق يعني يغلق مخه، سواء بالسكر فسر بالسكر وفسر بالإكراه، يعني يكرهك. أحد يقول إما تطلق زوجتك وإما نقتلك. فهنا إذا طلق زوجته في حال الغضب أنه أغلق مخه، إذا كان غضب الشديد حيث ما يعرف نفسه، حتى إذا ذكرته يقول لا لم أتذكر، هذا لا يقع. أما إذا كان في بداية الغضب يقع هذا. أما الوسط هذا يرجع للقاضي. إلى هنا نكتفي، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.